المراد هو أن يكون هناك نظام قمعي فقط لا أكثر وأقل، لا يكون هناك أي مجال فيه لأي مجال من الحريات. لم يأتي الحديث على الإطلاق من الجانب المصري أو من جانب الملاحظات التي سمعناها فيما يتعلق بالمظاهرات، وهي أبسط حقوق التعبير. المسرحية التي تتحدثون عنها سيدي هي تبادل الأدوار بكل تأكيد. هناك نوع من اللوم الخفيف الطفيف اللطيف من الجانب الغربي وعن طريق المنظمات الحقوقية، اسمح لي بهذه الصراحة سيدي، المنظمات الحقوقية الغربية وما فيها طبعا أمنيستي انترناشونال وما فيها طبعا باقي منظمة العدل الدولية، عفوا ليس العدل الدولية، غيرها من المنظمات. جميع هذه المنظمات سيدي مما تمول من الأموال العامة الأوروبية والغربية بشكل عام، وذلك لكي توجه عن طريقها بعض الملاحظات واللوم البسيط جدا دون أن يحرج بشكل تام هذه الحكومات. بمعنى آخر، الهدف هو وضع المسدس على رأس هذه الأنظمة للقول بأننا قادرين على إطاحة بكم والإتيان بأي كان في كل مكان سيدي من هذا العالم، خصوصا في مصر. هناك طوابير من الضباط، للأسف الضباط طبعا الخانعين خاضعين للتوجيهات الغربية، الذين ينتظرون دورهم لكي يأتوا ويستلموا الحكم مكان عبد الفتاح السيسي. هذا الأمر ليس بالجديد، وهذا الأمر مستمر، لأن المسرحية تصب بكل تأكيد في صالح الغرب ولا تصب في صالح الشعب المصري. لا يمكن أن ننتظر، عفوا أنت بهذه النقطة واسمح أستاذ محمد، لا يمكن أن ننتظر اليوم أو غدا من أوروبا من الغرب أن تكون هناك مظاهرات أو أي تحرك إن كان جدي لكي يكون هناك على الأقل إعادة لبعض الحريات التي تحدثتم عنها سيدي في عهد على الأقل الملك فاروق رحمه الله. رغم كل المساوئ الذي عرفها حكم الملك فاروق، لم تشهد مصر مثل هذه المآسي التي نشهدها اليوم.